من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلمين معنا الآن مباشرة. أحييك ولاء، هل كان تحدثين عن تطورات الأوضاع لديك وخاصة فيما يتعلق بالاقتحامات والمداهمات التي دائما ما يصحبها وجود آليات يعني كما نرى ومعدات عسكرية إسرائيلية تصاحب جنود جيش الاحتلال لتنفيذ هذه المداهمات والاعتقالات؟ نعم، أهلا بكم. عندما نتحدث عن الحدث الأبرز في الضفة الغربية نتحدث بمخيم الفار، على زالت العملية مستمرة واقتحام واسع لجنود الاحتلال وآليات الاحتلال والجرافات التي ترافقها في مخيم الفارعة. الآن تتعامل الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابتين بالرصاص الحي لفلسطينيين في مخيم الفارعة، ونتحدث أيضا عن المقاومين الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة. هذه الاشتباكات كانت مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال، وزرع عبوات ناسفة محلية الصنع للآليات العسكرية التي تقتحم مخيم الفارع، ما أدى إلى إعطاب بعض الآليات العسكرية. وأيضا هناك تجريف للبنية التحتية في مخيم الفارع. أيضا نتحدث عن المقاومين الذين أسقطوا طائرة مسيرة كانت باتجاه هذا المخيم، كانت تحلق في أجواء هذا المخيم وتم إسقاطها بفعل المقاومين، ولا زالت الاشتباكات مستمرة في مخيم الفارع. وبعض شهود العيان الذين يعني قد صوروا بالفيديوهات للشهود العيان بأن طواقم الطبية يتم إعاقتها من قبل قوات الاحتلال، وبعض المصابين الذين يعني يتم إجلائهم من هذا المخيم باتجاه المستشفيات الفلسطينية. تقوم قوات الاحتلال باحتجاز هذه المركبات وبعد ذلك اعتقال المصابين من مركبات الإسعاف. نعم. أيضا في بلدة قفين في قضاء طول كرم كانت هناك اشتباكات مسلحة، والعملية المستمرة لاقتحام هذا المخيم وانسحبت صباح هذا اليوم استمرت لسبع ساعات، وقامت باعتقال عدد من الفلسطينيين واشتباكات مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال. في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله كان هناك أيضا اقتحام لهذه البلدة واعتقال 15 فلسطينيا وتحقيق ميداني لجميع المواطنين في هذه البلدة. وفي بلدة بيت ريما أيضا قضاء رام الله كان هناك أيضا اقتحام واسع لهذه البلدة، إصابات بالجملة بالرصاص الحي الذي تقوم قوات الاحتلال بإطلاقه بين الحين والآخر على هؤلاء الفلسطينيين. في مدينة الخليل كما تحدثت بلدة دورة ويطقة وغيرها من البلدات وصريف أيضا كان هناك اعتقالات للفلسطينيين واقتحام وحواجز عسكرية طيارة ما بين الحين والآخر في مدينة الخليل. كل هذه المحاولات التي تقوم بها قوات الاحتلال لبسط السيطرة وعدم فرض سيادة فلسطينية على المناطق والمدن الفلسطينية، نتحدث عن 20 مواطنا تم اعتقالهم على الأقل من الضفة الغربية. نعم. ليرتفع عدد المعتقلين من منتصف أو حتى عفوا من 7 من أكتوبر، ولغاية الآن نتحدث عن 4820 مواطنا تم اعتقالهم منذ بداية هذه العملية، وأيضا شهداء الضفة الغربية بالزيادة. فعل أن قوات الاحتلال تقوم باقتحام البلدات والقرى الآن، لغاية الآن نتحدث منذ بداية هذه عملية طوفان الأقصى أي 7 من أكتوبر، ولغاية الآن نتحدث عن 313 فلسطيني استشهدوا برصاص الاحتلال. نعم. ولا يعني للمسيرات وعلى الحواجز العسكرية. برغم من هذا يعني كما نرى في هذه المشاهد أيضا، وإن كانت حتى يعني المشاهد ليست آنية، لكن الآليات العسكرية حتى لو دخلت إلى هذه المناطق والمخيمات دائما متواجهة بمقاومة شرسة طبعا من قبل الشبان الفلسطينيين المتواجدين في هذه المناطق. يعني ماذا عن ردة الفعل من قبل الشبان الفلسطينيين تجاه هذه التوغلات وهذه الاقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ الآن بات المشاهد هي نفسها وذاتها في جميع المناطق، لا توجد أي منطقة لا تجاب هذه الاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، إما باشتباكات مسلحة بفعل أن المقاومين في بعض البلدات سواء في الشمال وحتى الجنوب، والآن تتمثل بوسط الضفة الغربية في مدينة رام الله والبيرة. شاهدنا بالأمس كان هناك اشتباكات أيضا مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وأيضا يعني حتى وإن كان لا توجد هناك مقاومة واشتباكات مسلحة من قبل المقاومين الفلسطينيين، يلقون الشبان الفلسطينيين العبوات يعني الحارقة على
الآليات المتوغلة والمقتحمة للمدن والبلدات وأيضا الحجارة. يعني نستذكر الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية كما سأسميناها بانتفاضة الحجارة، ولا يوجد أي سبيل للمقاومين وأيضا للفلسطينيين سوى الحجارة، وحتى وإن كان هناك اشتباكات يعني ما بين المقاومين وقوات الاحتلال. على سبيل المثال في مدينة نابلس كانت تتمركز كتيبة عرين الأسود، ولكن بفعل الاغتيالات المتكررة لهذه الكتيبة البعض والكثير منها تم اغتيالهم واستشهادهم من قبل قوات الاحتلال. نعم. التي كانت تشن حملتها الشرسة على البلدة القديمة في مدينة نابلس وعلى أنحاء متفرقة في هذه. نعم. المدينة. أشكرك هذه التفاصيل إلى الآن كنت معنا فيها من رام الله ولاء السلامين، شكرا لك ولاء.